جابر تعرف شرخان؟ لا ما اعرفه. تبغى تمثل ما تعرف شرخان؟ يا غبي هذا افضل ممثل في الهند، ترى هندي. شرخان هندي؟ ياوا تعرف شرخان؟ ايش فيه؟ طلع هندي. صدق والله؟ هي كفته تو يقول طلع هندي. صدق حسب عراقي؟ حتى انا حسب عراقي. مسوي جايب معلومه فنيه يا ورع، كلنا نعرف انه هندي. طيب تعرف رامبو؟ يا عيال العامل اللي ضبط لنا الملحق راسل لي رساله مطلوب ممثلين. غريبه. اخيرا بتحقق حلمي. طيب متى يبونهم؟ بكره. قدام. اوف 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 ابوك يا الزحمه، صفين عند حلاق ذولي. يلا يا شباب ترتبوا. وش الحدسين هذا؟ صفوا سرى. يا عيال هذا مو بعبد الله ولد ابو عبيد؟ الا والله هو. ايش عنده هنا؟ شكله هو المسؤول. كسر صوتك لا يسمعك. ايش عندك ام بهذا؟ العامل مصطفى راسل لي رساله. مصطفى اي وش عشانه؟ تليص في الشقه. لا الله يطول عمرك انت فاهم غلط، عشان التمثيل. اوه تمثيل؟ ايش ذا كان بتمثيل؟ انت مفيدين بلوت فيفا يا ابو تلاتة. ما شاء الله دمك خفيف. اسكتوا خلاص اطلع الصوت. سلامات ورا ينفخ ذا. يا عامر هد وضعك، الفن كذا يبيله صبر. لا تنسى يا عامر الفن رسالة. هي واضح من شنبك. عامر وش هو الدور اللي تفضل وانت يا بعد حل؟ الارضي. لا معلش حبيب الارضي سكن، عندنا الربع والروف. ينفع؟ اي ينفع. عامر يقصد الدور تمثيل. اي بس تو هو يقول الروف موجود والدور الرابع موجود. يطقطق عليك. اما يطقطق. بطقطق. طقطق. الممثل الناجح يلعب كل الادوار. الله اكبر. اذن العصر. انت قلد لي واحد من خرع ومتهول. ايه ده؟ تحس انه هو حمد المرغني بتاع الخليج. انت ابو شويربات وش عندك؟ سلامتك. الله يسلمك يا حق. لا ده لو يسلفني شعره وشنبه عندي مشوار خناقه مليان رعب. ينفع تسلفني شعرك وشنبك؟ لا 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 ما اقدر، انا اصلا متسلفه. هو بيشاور بس ما بيتكلمش ليه؟ يمكن على السايلنت. بسم الله الرحمن الرحيم. فايبريشن حد يزقه كده. لا عايش. لا نقبله ايه؟ ده محتاج تشطيب كتير وصنفره والكلام ده. اما تشطيب واضح انك مقاول ومالك علاقه بالاخراج. قوم يا ابني خرجهم برا مش هيضربوا برجله جعان. طيب والروف يا عم الحج؟ سكننا في الخروف، يلا بالسلام. طب بشويش يا سلام. هدف. يلا يلا. لا تدف يا ابن الحرام. يلا من زينكم زين شركتكم. انتم كل شيء تنفعون ولا تمثيل. لا اشوفكم يلا برا. اقول سقها بس انتم الخسرانين. اسوقه. يلا برا يلا. تكفى يا عبد الله الله يخليك، كلم ابوك عشان اطلع في التلفزيون. قالها خالي الفنان الكبير طلعت نازل، في الوسط الفني دائما الناجح محارب. انت خالك الفنان طلعت نازل؟ ايوه. اقول لك بيكلم خاله الفنان طلعت نازل. ازاي طلعت ونزل في نفس الوقت؟ الراجل ده كذاب. كذاب بس فنان. لا كان كده ماشي. المهم يمثل معنا لكن شارطن ان اخوياه والثلاثه يمثلون وهو يشتغل بالانتاج. اخواته الثلاثه يمثلون. ايه باقي انا ما فحصتوني. حبيبي كان على الفحص الدكتور مستنيك، تاني اوضه يمين هيكشف عليك. يا ابويا ما بجاي مستشفى، انا جاي بمثل. جاي بتمثل، هتورينا ايه النهارده؟ انا انسان احب اقلد الاصوات. تبين اقلدك صوت البعير الشبعان؟ لا للاسف البعير الشبعان اتسكن خلاص، بس عندنا دور مهم البعير الجعان لو ينفع تقلده لنا. لا ما ده البعير الشبعان اللي اتسكن. بص انت ما تتعبش نفسك، هو الدكتور مستنيك هيفحصك وهتبقى زي الفل، اعمل لك مسح. سلام. كان عايز ياخد دورك. انا وانا مشيته خلاص، انا وعدتك البعير الشبعان بتاعك. خلاص تفضل يا خال. شكرا يا ولد اختي. شرط علي عشان يشغلني في الانتاج ويشغل الشباب في التمثيل انه اجيبك بطل في هذا الفيلم، وبيكون اجرك 10% من ارباح الفيلم. يا ولد اختي المنتج هذا انا ما اعرفه ولا قد سمعت عنه شيء. ها انت قلت ما اعرفه. المنتج هذا داخل السوق بقوه وان شاء الله يا رب يغير وجهه نظرك عن المنتجين. والله ما ادري ايش اقول لك يا ولد اختي. ها بشر وش قال؟ ما يحتاج اجابه، واضح على وجهك. خالي وافق عيال. خالي وافق.
انت يا شكش هتبقى مدير الانتاج. ازهمها ابشر. مدير الانتاج ابشر يعمله حد تاني. عادي انا اسويها. ورينا كده قول. ابشر. حلو خلاص انت ابشر. انت يا عامر ولد عم حنان. ايه بس انا ولد عمي صالح صح ولا لا يا عيال؟ الا الا بالفيلم يا غبي. ايه بالفيلم عادي حتى لو تبيني ولد عم كفته. لا نبيك ولد عم حنان. انت تبيه وتبي تزوجه بس هي رافضتك ما تبيك. ما تبي الا انا. تحبن وتموت بدبديبي. ما ادري عليها دي. وانت بقى حبيبي هتعمل سواق حنان دور الهندي واسمك عبد الغفار. لا لا يا محمود انا اختلف معك بهالنقطة. هذا يصير ابوي بالفيلم. ابوك؟ هي ابوي نفسه الطاسك سبحان الله العظيم. نفس القصة. بابا الله يرحمه كان بيقص نفس القصة دي؟ نفس القصة سبحان الله العظيم. الله يرحم ابوي سبحان الله العظيم بنفس الملابس. طب خلاص معلش لا اله الا الله معلش تعيش وتفتكر. هو كل ما يفتكر باباه بيقعد يضحك كده. دقيقة الله يطول عمرك انت وياه. انا ابو مين؟ ابوي انا بالفيلم. ما تبي تمثل انت؟ الا ابغى امثل مش لحاش دعوة ابغى امثل. لو تبي اصير جدك ما عندي مشكلة. تصدق تشبه جدي لكن ان شاء الله بالجزء الثاني نحط لك دور. هو ولا ما يفتكر جده بيقعد يعيط كده. اما انت بقى عم كباب. لا مو بكباب بس كفتة يا سيدي كلها مشاوي. عم كفتة انا هدي لك دور اخو حنان. شكرا يا نجم. العب. لا اله الا الله ده بيتكلم. ايه يتكلم. الله طب بيتكلم انا اديله دور كبير. انا كنت فاكره ما بيتكلمش. على العموم انت معايا ما تقلقش يعني. اما بقى السيد طلعت نازل الراجل اللي انا مش طايق اسمه ده هيعمل ابو حنان. طبعا وانا البطل بندم. واي واحد سوينا له كاستنج هنا لا تشوفوا عيني قفلنا نهائيا ونبي يصور هالحي اكشن. ام ابوك ذاك الشايب. لعب عليك يا ياسر. الممثل الشاطر يلعب اي دور. طيب عيال متى التصوير؟ اسال مدير الانتاج الاستاذ شكوش. متى يبدا التصوير يا شكوش؟ التصوير بعد يومين. المشكله يبغوا مني بيت والمنتج قال بعطيك 1000 ريال. اوف اوف 1000 ريال. 1000 ريال ايوه. طب عادي تجون تصورون ببيتنا. من جدك؟ اي من جدي بس اهم شيء ما تجون الا بعد ما ينامون اهلي. يجي بالادب. اسمع انتوا يا اهلي نايمين تمثيل بس بشويش. اوكي يا ابا المطبخ وين نريد نطبخ نبغى نصلى شاي يا حبيبنا. يلا اليوم نزل كمل العدسات كله. يا ابني طوال الله انا مش متفق معاكم نخش بهدوء عشان اهل الراجل نايمين. الله طلعت بالله العظيم كلمه عليها فركش. وبعدين تمام كده؟ اي تمام تمام اهلي قاموا اصلا. طب كويس عشان نسلم عليهم. ماشي تفضل تفضل. يا اخي المشاهدين دول قريتهم يجي 8 مرات ورا بعض ومش فاهمهم. يعدوا يعدوا ايوه بس المقال ملغي. الدراما اتغيرت الناس مش قادره تفهم. شكل الدراما اصلا اختلف. المشهد ده بعشقه جنن وصوره. يلا ملغي. اهدى لا الا مشهدي ولا ترى بتنطرد انتوا العيال. يا ريتك قدمت بدقيقه واحده. لغيته خلاص. لغيته؟ لغيته خلاص. يلا يا ولد يلا انتوا يا يلا. بهزر معاك انا اقدر الغيه ده انا مستني المشهد ده بفروغ صبر. عندك مشهد مع ابو حنان بدايتك الحقيقيه يا بطل. عايزك تكسر الدنيا. ده اول ظهور ليك في الفيلم. تكسر الدنيا. ابشر ابشر بعزك. طيب الحين انا جاهز للتمثيل متى نبدا؟ قدامنا دقايق بس بيعملوا مكياج والكلام ده والدقايق ونصور على طول. مكياج؟ طيب وين نسوي المكياج؟ اه تعال صحيح مكياج. معلم ارشد. الله نور با. شايف الغرور اللي في وشه؟ رهيب رهيب. هذا؟ هذا اوعى تستقل بيه. ده اشهر دهان فيك يا رياض. ايوه هذا. ايش في مشكله؟ هلو انا معلم ارشد. ايوه عايزك تعمل الاستاذ. هتديله الاول وشين صنفره. ايوه خلاص. أيوة. حدادي. وبعدين صنفره ناعمه
وبعدين هتقطف بشويه معجون تمام وتدي له وش مطفي. ما صيب ما في مشكله، انا اسوي اول شيء مأذون بعدين سوي نص وجه هذا بويا لما بعدين سوي ثاني وجه ما في كسم في طافي الله كسم ما لم يطلع. هلو سلامات، هذا بيده ملحق مو بوجه. على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1 اكشن. حنان لي ولا لها مثل ما اتفقت مع ابوي. انا عند كلمتي يا ولدي يا عامر، بس هي ما تبغاك يا ولدي يا عامر، هي تعتبرك زي اخوها حمزة، وبعدين هي تبغى تاخذ زميلها اللي في العمل. هي بس وش تبي فيه؟ شين وقصير وشايف نفسه. كات! وش ولي قصير وشايف نفسه؟ ما تشوف وجهك انت؟ قسم بالله هذا المكتوب بالنص. الحقيقة فعلا هو ده اللي مكتوب في النص وده الواقع. نغيره، أنا المنتج. بدل ما يقول هالجملة يقول وش تبيبه؟ هالوسيم؟ هالظريف؟ هالخلوق؟ مخقق البنات. الله أحلى كتير. بجد احلى كتير. يا ريتك انت اللي الفت الفيلم. خلاص يا ولد هنغير الجمله وهتقول زي ما المنتج قال وانا نغيرك انت. لا لا خلاص خلاص اسوي اللي تبون. برافو عليك، اتفضل يا فندم. ولد يبا يبا يا حي انا طالبك تكفى، ابي امثل ابي اطلع بالتلفزيون. تلفزيون بعينك، هذه سينما. بعدين خلاص خلاص انا بقول للمقاول يدخلك اللي قالك شيء. مقاول مين يقول لك شيء؟ المخرج. المخرج يعني لا جالكشن اتفت هبد اتفت درع ولا عليك منها مضرب على التايد راح كفو. يا محمود ايوه ولدي يبي يدخل يا بعد حي يصور من وراها واترك ولادي اللي قلت اكشن وانا مش هقول اكشن. يلا تفضلوا. بسم الله 3 2 1 يلا. ايه سلامات، قصر صوتك اهلي نايمين. 3 2 1 يلا.